مقاربة للسنة اللي فاتت؟ اسعار العلب دي من كام؟ اسعار العلب فيه 800 جرام وفي كيلو وفي 2 كيلو وفي 3 كيلو. بتبدأ من كام؟ بتبدأ من 10 جنيه لغاية 30 جنيه مثلا. الحاجات دي في حاجات شعبي عاملة 15، في حاجات فاخر عاملة 20، في حاجات أعلى عاملة 35، 40. هذه يعني الحاجات اللي هي زي السنة اللي فاتت، الأسعار برضه هي.